ايوه عدنا لكم بفيديو جديد حصلوا كالعادة على موضوع الشرطه. اليوم جينيكم بالبنير جا عادي برشا ما هبطش على واحد تدخل اخر فيديو هبطت تظهرك وتوك الفوق هبط على موضوع الشرطه هبط على موضوع الشرطه في بالي شو انت هبط على البات عند برشا شو حصلوا المره هذه ان شاء الله عشان هبطوا على البنير مش طاول فيها فيديو برشا هاي شو قال هبط في فيديو معناتها تسمعوا شوي قصار او شيء بالي اه بالي فما اقبل فما هذه رهائن في بنك عطف فما سرقة بتاع بنك وفيها رهائن بعيدة برشا ما مش نمشي عطانا توجدنا خدمة هذه لازم نمشي نطلع نمشي ولا ماي الحاسلو وين مش نمشي وين لو عادش بيجيز لي 10 كيلومتر إيه تحبلي مش نوصل والله تحبلي على الأخر حاسلو باش ما تفدوش نوصل البلاصة ونكمل الفيديو خاطر باش تفدو باش نقعد نمشي 10 كيلومتر نوصل بلاصة وإن شاء الله نكمل لكم نعودوا بعد الفاصل توكي قريب نوصلوا هشوفوها حكاية هذه بتاع سرقة البنكة لازم نسكرها الطريق من البلايص الكل ونتأكدوا عندي برشا خاطر ما خدمش حد تدخل واحد تدخل دي قوة الخاصة وسامحوني على اللبسة ما جبتها لكمش اللبسة إن شاء الله بشوي بشوي تو ديجا وشي رمضان تو خرج لكم لبسة باهية وركح لكم المود وركح لكم برشا حاجات وإن شاء الله باش نقعد كالعادة نهبط لكم اثنين ثلاثة وخميس حتى يجي سهل ربي ما يهبطوا مع تكون نهار بعد نهار ان شاء الله نحاول في رمضان ايش نهبط لكم كل يوم هيا وصلنا الله 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 فيه مثل بعض الساعة أول حاجة خنسكر الطريق أول حاجة خنسكر الطرقات باش نقول لهم كلموا باش يتسكروا الطرقات ما عادش باش تعدي ذكرها كما توا معلم ثم واحد التدخل وقراب الحاكم والبنير من الغادي كهرباء بتاع بوت يا خويا حضر حضر كاس الحاره طيب خلينا نمشي باش نمشي نحكي بتاع الاف بي اي هذايا هاي السلام عليكم باش نحكي لكم شنو قال لي رئيس المنطقه قال لي راهو فما عمليه سطو صارت ومدير البنك هو كان معناتها موجود معاهم وسكت ما حبش يشلق فهمت معناتها كيما نقولوا تحت حس مسحبوا يسرقوا البنك يا اخي يشلقوا بيهم معناتها العملاء اللي قاعدين يخدموا شدوهم رهائن وتو انا مش نحاول نحكي معاهم مش نحاول نكلمهم في لبين كما نقولوا نعملوا ساعه حل سلمي قبل ما نتلزوا الكرتوش خاطر فما رهائن في الموضوع ولازمنا تو باش نكلموا الله 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 ضرب فيهم مش باش يكلموا الله الله اضرب اضرب طول خرجت يدي يا معلم ايش فين فاصعين هذوما هيا يا زملاء تنكلموا بيهم نحن مش فين فاصعين اي زملاء تنكلموا بيهم نحن يقدموا قدموا زملاء معاه يقدموا ايا يدو خذوا ما تخرب لي السلاح يا ودي شنيا انا يا ودي اضرب اضرب يدو يضرب فيه بالسلاح يلعنكم بالبونيا يا ودي ما عرفتني انا ما عادش فاهم شيء دبوني انت عارفكم معاه يا ودي فجدت السين يا ودي دخلت بعضها دخلت بعضها السين والله ما عادش فاهم شيء ما عادش فاهم شيء السلام عليكم الو لبس عليكم يقول ما عاد فيهم شيء من السين شنو اللي صار والله تو ما عاد فيهم شيء برا برا نحينا نحينا برا 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 انت تعرفوا بالكرتوش اي 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 زملاء اي 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 زملاء اي شيء اي شيء والله ما عاد فيهم شيء اقسم بالله سين دخلت في حيط دخلت في حيط السين اقسم بالله يا ودي من اولها راه فيهم فاس ما عاد فيهم شيء اقسم بالله سامحونا الوليد عديوا بتفوت ليك اللقطات اللي صاروا ان شاء الله تعاود نعاود نخدموها البليغ في نهار اخر باش ننسوا الحادثه اللي صارت اليوم طب اللي كنتش صوروا الذي تتصيش صوروا على البليغ يا اخو راي عجبتكم عاد شديكم من جنتي والناس كل مره صاروا على البليغ هاي يا زملاء هاي عيطوا لجموع الاخرين عيطوا لهم هاي
وين يا اخي خلينا نشوف ولا وين والله ما الحكايه هذه كل شيء اطلع اطلع يا والله حويس نتجاوزو نتجاوزو ان شاء الله خلينا لحظه خلينا نوقف شوي خلينا ناخذ قسم من الراحه نفهم شنو هي صار وان شاء الله خلينا في بليغ لبعض خلي على الاقل تو واحد يرتاح شويه والله ما فهمت شيء من ما فهمت ايش صار والله حسين مشيت في الحرام اقبل 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 وين هذا حسين دي شلون مره قريبه لحظه بس تنقل لكم اوه ماما مكلب عضل هنايا شهدوا لحظه بس او ما شفتوش نورمالمون ابارامون فما لهنا باش يعيطونا باش نهدوا على بلاصه يبيعوا فيها في الدروك ومعبي معناتها معبي بسلاحات وبلاصه مخترة لازم يسحقونا باش نحاول نخطو عليهم نحن توا عاد باش نخطو غاديك تحب لنا يا معلم نورمالمون ما خلطنا كيما ثلاثه بعض غاديك نحاول نزرب بلي انا قريب نخطو مابقى شيء خراوة ذي عقا ان شاء الله بالك تجي ذي سين تحفونا وكهو والله والله راه في زوز طيارات انا عرفتش كنت راه فيهم بريك ديف دولي زوز طيارات انا من فوق ظهر فيها وهي طيارة على اليسار يا معلم خلاص شنو هي الحكاية ان شاء الله بركة تعجبكم برجل الفيديو دخلتها في حيطة هاي لحظة لحظة يلا وصلنا هاي 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 وفما كراب حاكم اهو هاي والله الله 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 هذا خلاص والله مسكر سكر طلع سكر طلع سكر طلع سكر طلع سكر طلع سكر طلع آخر كنا نخذو كفر مقدم وين والله أخوي قدم 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 في صفي زي خم كفر شفت او شفت هاي يوم فرحنا بيه نزيلو حي دخول تلاو 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 بيه تلاو بيه تلاو بيه ذي كأنه هو المسؤول متاحه كان كشف صار هاي زملاء زملاء كوب برايا والله هو تم الحماية تكتب جيسي We have an ambulance requested in Sandy Shores برا خلاص على الفوق اي بسم الله هكا جات الحماية خليت لي وبيهم هيا زملاء معايا معايا شنو هي البلاصة هذي يا معلم اللي يخدموا فيها لطف يا معلم تحسها في جاي من فيلم رعب اللي طايحة وهي مقلب عضها الحمية المدنية طلع لنا بلي انا من قبيل اللي ناخذ في كوفر جوني الحمية المدنية معنا بيهم طالعين برا يقدم قدم شوية والله ما عادش فما حتى حد لهنا وخ سلاحات يا معلم كبيرة البلاصة اللي لهنا والله تفجعت اقسم بالله ايش يعمل حلوف لهنا انت معاهم حتى انت بالله والله تفجعت اقسم بالله ايه لنا يبع الزميل يبع ايش يعمل حلوف لهنا بالله واو بالله خلينا نعطيهم كرتوشة حلوف معاكم عندكم حلوف حتى من فيرين اهو ما هم انا تعدي توفيرين يا والله حويل يا والله حويل نحي نحي والله تفجعت بس الحلوف هذيا برا خلينا نعملو طلع على الحماية فيقوش شكون تلاف شكون نورمالمون هي هذي فيقوها هذي حتى هي باكا تدور يا معلم نورمالمون وفات مهمتنا لهنا نحنا نورمالمون في بالي وفات مهمتنا لهنا نحنا وين كرهبتنا؟ هاي هكا خنجيبها ونشيلها تاو فيت ما مت ديو دي فيديو داخله في حيط دايرت بحات كيقول لكم فيديو داخله في حيط فيديو داخله في حيط والله سين صارت من الاول والله
حتى بالسين الثاني حسيت مشكل الطيارة برشا ما صارت تكون عجبتكم اللي طلعها عجبتني فرصة والله هيك أكثر فرصة عجبتني في الفيديو بتاع هذاك شو اسمه الحلوخ في صلاة عنها هطلع زمية مش فيك بخش اطلع شو بيلي بخشمه شو قد غادك مش عارف يطلع خلي يقعد يقعد على الزبالة الأسبوع عشان تعدوا مع الحماية البدنية اللي اخطى عليها مي وقال كتب زي بيجري حتى بقى الحماية المدنية نحن نمشي ولو كاو معنا وين مشيت الحماية المدنية تمشي للسبيطار وكاو حاشي اللي نورمالمون فيديونا اليوم وفي كما قلت لكم داخل بعضها بالاخر نرجع كالزميل اللي يستنى فيه نرجع له شكون هذوما تبعين زعما تبعينهم لحظة بركة تبعينهم زعما احاش انت يحب يطلع يودي هبطنا هبطنا راه قاعدين نحكيه هبطنا يا زميل يا زميل مسكين يحب يطلع من الصغر قالك يحب يسوق البنيرة تولى سيخة لا علينا ايش فيك حاج وين نمشي نلقاك تكبس حاج تكبس اوه ايش تعطي بتيزر سامحنا حاج هيك وحشوا له نورمالمون فيديونا اللي مو فيت سامحونا كان جيت ندرك كيفيت تبلي برا حاج برا حاج برا حاج برا حاج يا اخي كمل الفيديو سامحونا وليت فيديونا جيتي والله اقسم بالله درك كيفيه جيت الفيديو بالله خليه في ايش يعمل وحاج ندرى عليه ونمشي بشي جاو قطع الحاج راهو فيه يجري راهو فيه يجري 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 حاج يجري حاج كن سامحونا الاولاد كنت جات الفيديو ندير كيفيه وكان ان شاء الله باش نهبط لكم نهار ثلاثة وخميس وكان عادي مقبول ان شاء الله تقبلوا الفيديو جاي خليكم